أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مدينة أبو سمبل السياحية بالمرور على محطات مياه الشرب والكهرباء لمتابعة انتظام تشغيلها عقب استقرار الأحوال الجوية، وذلك بعدما شهدت المدينة حدوث عاصفة ترابية وتقلبات للطقس، مناشدا سائقي السيارات والمركبات بتهدئة السرعة وتوخي الحذر أثناء الحركة المرورية على طريق أسوان أبو سمبل البري، والذي تم إعادة فتحه تحسبا لأي تداعيات للعاصفة الترابية.